شيخ مظهر شاهين. شيخ مظهر اهلا بيك مجددا. استاذ وائل تحيه لحضرتك وضيوفك الكرام، اهلا وسهلا. بيحيوك جميعا. شيخ مظهر، لما بتسمع حكايه التوقعات وايضا انه البشر لهم مواصفات محدده لمجرد انهم ولدوا في ايام واحده، ويبتدي البعض يقول لك مواصفات برج الحوت، برج العقرب، والناس تسيب نفسها لده وتسيب الاراده البشريه، يعني التوقعات وانه الناس تبقى اسرى لهذه الظاهره، بتتعامل معها لانها علم ولا دجل وشعوذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني عايز بس اتكلم في الموضوع الاول من ناحيه تاصيليه شرعيه استاذ وائل، علشان نوصل بس للمشاهد الكريم يعني ماذا او كيف ينظر الشرع الى هذه القضيه. وانا برضو عاوز كلامي يتفهم بشكل عام على انه مش موجه لاي حد من ضيوف حضرتك في الاستوديو، مع احترامي لهم جميعا. اولا الغيب نحن يعني شرط من ايماننا بالله عز وجل ان نؤمن بالغيب. والايه رقم 3 في سوره البقره قول الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا شرط من شروط الإيمان أن تكون مؤمنا بالغيب. رقم واحد. رقم اثنين، هل هناك بشر على وجه الأرض له حق أن يعلم الغيب؟ الإجابة لا بكل المعاني، إلا بعض الأنبياء والمرسلين الذين أعطى الله عز وجل لهم الحق في أن يطلعوا على الغيب أو على جزء من الغيب بنص القرآن الكريم. وهنا هننظر إلى قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يقول عز وجل: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يقول عز وجل: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وبعدين ربنا عز وجل يرد على السؤال اللي قلته من شوية: هل هناك بشر على ظهر هذه الأرض يستطيع أن يعلم الغيب أو جزء من الغيب؟ الإجابة لا، بدليل قول الله عز وجل في سورة النمل الآية رقم 65: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وده أسلوب بيسموه أسلوب قصر، يعني قصر الله عز وجل علم الغيب عليه وحده. لكن في آية ثانية قالت، يقول الله عز وجل فيها: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وهم بعض أنبياء الله ورسله الذين يسمح الله عز وجل من خلال جبريل عليه السلام أن يطلعهم على بعض الأمور الغيبية. وهناك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تحققت بعد موته ولا زالت تتحقق. طب السؤال الثاني، إذا لماذا النجوم؟ هل النجوم معمولة علشان واحد من خلال هذه النجوم يعرف أقدار العباد أو أقدار البشر؟ الإجابة لا، بدليل قول الله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقول الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدون في الظلمات، سورة النحل الآية رقم 16. وقول الله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وبالتالي النجوم لها ثلاث فوائد فقط: إما أن يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، أو أن الله جل وعلا جعلها يعني زينة في السماء، أو أننا نعرف من خلالها حسابات الشهور وحسابات الظهور. وهذا أمر معلوم لمن يسمى بعلماء الفلك. المسألة الأخيرة يا أستاذ وائل، أمريكا وهي الدولة المتقدمة في علوم الفلك لدرجة أنهم كما يعلم الجميع صعدوا على ظهر القمر وعلى خلافه،
لماذا لا تثار مثل هذه القضايا عندهم؟ لماذا لا ترجأ أمريكا ولا الحكومة الأمريكية إلى علماء الفلك ليعرفوا لهم مستقبل أمريكا؟ ضربت أمريكا في أحداث 11 سبتمبر، أين علماء الفلك وأين وكالة ناسا؟ ضربت أمريكا في الحرب العالمية، ضربت هناك هزائم ابتليت بها أمريكا أيضا في العراق، ألقي الحذاء على وجه جورج بوش في العراق، لماذا لم يذهب إليه أو لم يأتي إليه أحد يقول لا تذهب إلى العراق لأنك سوف تلقى أو تقذف بالحذاء؟ إسرائيل وهي الدولة المتقدمة في علوم السحر، لأن أصل السحر كان في بني إسرائيل، وأرسل الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام في دولة أو في بني إسرائيل بمعجزة هي أعلى من معجزة السحر، وهم سحرة، لماذا لم يتنبأ أحدهم بالضربة الجوية أو بالحرب المفاجئة في 6 أكتوبر 73 أو في الحرب اللي شنها حزب الله عليهم؟ وهذه الدول دول متقدمة، ثم أصل هذه العلوم فرعون بقى، والبعض بيرجع لفرعون، ده فرعون الذي تنبأ له بعض الناس بأن هناك من يأتي ليسلب منه الملك، تربى موسى في بيت فرعون عليه السلام، ولم يأتي أحد لفرعون ليقول له أنك ستموت غرقا في البحر نتيجة ملاحقتك لفرعون لسيدنا موسى عليه السلام. إذن حتى فرعون وهو الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى وهو المنسوب للفراعنة لم يعلم شيئا ولم يعلم مصيره كما ورد في القرآن الكريم. لماذا مصر بالذات أو بعض الدول العربية اللي مبتلية بهذه المسألة أنا لا أراها إلا محض افتراء ولا أراها إلا تدخل في اختصاصات المولى عز وجل. وأنا بقول للناس أولرينا، أنتوا أمامكم حاجتين، علم مشاهد وعلم غيبي، ناخد بأسباب العلم المشاهد نشتغل وننتج ونزرع ونصنع ونتقدم، ولا نقعد متواكلين على أمور الله أعلم صحتها أو بعدم صحتها. يا جماعة هذه الأمور يعني أنا أراها محض يعني شعوذة ودجل ومحاولة لتغييب الناس عن الواقع وعن وإلا ما كانت أمريكا أولى وإسرائيل أولى وفرنسا أولى وكل الدول دي أولى بأنها تشتغل على الدجل والسحر والشعوذة. مشغولين ببرج الحوت إيه قبلها مشغولين يعني على الناس والناس تشتغل. طب خلينا أسمع رد. انا لا ما شفتش الدول الاوروبيه مشغولين ب لا مشغولين ب عايز ايه تقول يا شيخ مظهر؟ اتفضل هنسمع بس تعليق مهندس عبير. انا هقول لحضرتك حاجه، رقم واحد بيبقوا اتنين توأم مولودين في بطن واحده، واحد يموت قبل الثاني، واحد سعيد في زواجه والثاني غير سعيد في زواجه، والثاني تلاقيه هادي والاخ الثاني عصبي وتلاقي تناقض، الثاني مش عارفش، واحد متسامح والثاني غير متسامح. ثم ان يا استاذ وائل حضرتك احد الناس طلع معاك على الهوا وقال لك انت هتموت في 2016، يعني لو هؤلاء الناس صادقين كان زمان النهارده بنقرا لك الفاتحه يا استاذ وائل. يعني ارحمونا على خالد الصاوي وخالد الصاوي وقال على الفنان بوسي امد الله في عمرهم يعني العمر فيه استاذ وائل. بس ماشي المشكله، ما هو الراجل مش كل الناس كده، يعني ايه نبوءه؟ يعني ايه نبوءه؟ يعني لو اطلقنا الحبل على الغارب يعني ايه نبوءه؟ يعني عارف منين ان انا هموت في 2016 او خالد الصاوي هيموت؟ هم ماتوا من الناس يعني هو ينتزع لنفسه ليه مال الله سبحانه وتعالى؟ محمد النبوءه يا استاذ عبير جايه من نبي، فمن يتنبأ بلا وعي بيضع نفسه في مصاف الأنبياء، لأن النبي جاء منها النبوءة. طيب هسمع ماشي مهندس عبير وبعد كده اسمع الاستاذ محمد. انا بتكلم كان بيقول ان هم مش مشغولين، لا عندهم معاهد بتدرس، في معهد في سويسرا بيدرس العلم الاسترولوجي، في معهد ما في امريكا. هنا علم فلك هم مش معترفين بيه، معهد استرولوجي. انا وانتوا اللي محتلين المشهد يعني. لا معهد استرولوجي، مش بتكلم على معهد الاسترونوم، انا بتكلم على الاسترولوجي اللي احنا اللي هو علم الابراج. على فكره بس في حته مهمه، لا حاجه ثانيه، في اي حد بينزل في اي دوله في العالم بيلاقي في الشوارع بيقروا الكف برضو الكلام ده، لا على الحكومات
والحكومات في تعامل بالحاجات دي كلها، مش بتكلم عنها موجوده مش موجوده، اي دوله في العالم فيها الاثنين. الفراعنه كان عندهم زي ما لسه الشيخ كان بيقول انه في الفراعنه كان هم رجال الدين، كانوا هم علماء الفلك، وعشان كده كان هو بيستعين الفرعون كان بيستعين برجال الدين علشان يقول له النبوءه. فلما قال له ده مستقبل، انا الحقيقه من خلال قراءاتي في التاريخ في وجدت ان المماليك كانوا الاكثر، يعني لما تقري تاريخ المماليك في شوف التاريخ الحديث يعني طيب. كانوا الاكثر اعتناقا واعتقادا باللي انت بتقوليه، والفراعنه هم الاساس. والشيخ ابو زهرة يتنبا لشجره الدر ويتنبا لعز الدين ايبك ويتنبا لطومان باي ويتنبا للظاهر بيبرس. وخدي بقى في التاريخ وانت ضايع عند الفراعنه. عايز اتكلم مثال بسيط بس لو سمحتي. مثال بسيط جدا الفرعون، هديكي مثال بسيط. النهارده ثلاث عربيات طالعين مثلا من القاهرة الإسكندرية، عربية حمراء، عربية صفراء، وعربية سوداء، والثلاث عربيات ماشيين بسرعة 40 كيلو. التنبؤ بتاعكو هيبص للعربيات كلها وهيشوف المسافة وهيقوم قايل الثلاث عربيات دول هيوصلوا الإسكندرية بعد ثلاث ساعات. ده التنبؤ بتاعكو، حلو كده؟ انتوا شفتوا سرعة العربيات والمسافة قد إيه، وانتم طالعين تنبؤ ان العربيات دي هتوصل بعد تلت ساعه، صح كده؟ ولكن كل سواق منهم هدى شويه في الطريق، سرع شويه في الطريق، ملوش علاقه بالتنبؤ بتاعكم خالص. وبالتالي اللي انا اقصده ايه؟ ان انتم فعلا ممكن يبقى عندك اداه بنفس اللي قلته دلوقتي حالا، ولكن ده ملوش اي علاقه، لان قائد السياره ده حقيقي هو المتحكم في انه يدوس بنزين شويه ويسرع فيوصل في ساعتين ونص، او يركن في استراحه يقعد فيها نص ساعه فيوصل بعد اربع ساعات. انا مع حضرتك جدا. وبالتالي طالما انت معايا في ان السواق متحكم في سرعه العربيه او في تبطئها، ما بدل ما ندخل الناس في دوامه من الحته دي، تعالوا بقى نعلم الناس السواقه ونتكلم معاهم، بدل ما تعرف انت عربيتك انت ماشي الان على سرعه كام، تعالى اديك اديك سرعه تمشي بيها عشان توصل اسرع وخلاص. ده اللي اقصده. احنا كده حلينا المشكله بس خلاص. الناس هتفضل متعلقه بالابراج وبتروح تقرا حظك اليوم للاسف. هم حرين، والناس مش متخصصين للاسف. هم حرين بيسلموا في ناس مش متخصصين بتكتب الابراج. الاستاذ وائل الابراشي قال لك ان انا كنت بكتب الابراج حظك اليوم بس. شوف هقول حضرتك ودي العرب للموت تاني يوم والحوت للدلو تالت يوم. أنيس منصور في فترة ما كان هو اللي بيكتب الأبراج، بس هو كمان كان من أشد المؤمنين بالأبراج. أنيس منصور الله يرحمه. لا انا واثق اذا كان بيكتبها كان بيكتبها في لا اطار لا. انه عايز يقفل الصفحه انما انيس منصور هيقعد يشوف العقرب حظه ايه والحوت بدقه. لا هو على فكره انا لما بدات في الاهرام هو اللي اقترح عليا شكل الابراج هتتكتب ازاي. انا كنت في مطبخ الصحافه 100% من مطابخ الصحف في مصر بتتعامل مع الابراج على انها بتبيع. ماشي. فتعالوا يا جماعه حد يعملها بسرعه ماشي. حد يعملها بسرعه ويقلبها فبيقلبوها يعني. بس ممكن يكون دي نظريه. بس هو أنيس منصور كان من اشد المؤمنين بالابراج، بدليل ان هو كان كاتب في احدى المقالات عن علماء فلك استرونومي مؤمنين جدا بالاسترولوجي في ناسا في امريكا، وذكر اسامي العلماء دي. بس انا الحقيقه ما مش ده قضيه بس ثانيه يعني عشان نبقى في قضيه لحضرتك. هنا كلام كلام الشيخ مظهر هنا بيقول يعني انتوا ليه بتشغلوا الناس؟ ده بعد بتشغلوا الناس ليه بده؟ هي الناس اللي مشغوله استاذ وائل في ليه؟ يعني الناس احنا اللي بنروح للناس ولا الناس اللي بتيجي للواحد؟ الناس هي اللي مشغوله. الناس بيبقى عندها مشاكل وشنكله في العلاقات وفي طريقه التعامل بينهم وبين بعضهم. المشكلة لما بيروح لحد طالما ما فيش تأثير سلبي عليه ويقول له ازاي انت تتعامل مع الآخر اللي انت بتتعامل معاه. هو احنا ليه حصرناها في التنبؤات بس؟ اما ان في هناك ناس مدعية، وبالذات انا عن نفسي يعني في ناس انا ما بتعجبنيش في كتابة الأبراج، ولكن انا مش هقدر اعترض عليه، ولكن هو حر ليه آليته اللي بيشتغل بيها. لكن انا النهاردة ما احصرش علم الأبراج كلته في الحظوظ وفي مش عارف ايه. وانا ما بقول يعني انت مش معترف بحكايه حظك اليوم وال حتى لو حظك اليوم انت بتديها شوفها بتتقال ازاي. هل جاي لك فلوس بكره؟ ما الناس كلها جايه لها فلوس، ما الناس كلها جايه لها كل حاجه. احنا للاسف وزي حضرتك ما قلت في الاول، في بعض الناس ولا بيقولوا توقعات صح ولا اي حاجه، يجوا في اول اخر السنه يقول لك احنا قلنا. عندك حق
في لخبطه ما بين حتى يعتمد على لفظ قاله يعني قال لك انا تحدثت عن خلينا في حركه مش طبيعيه الشيء في الشيء زي ما مهندس عبير بتقول انا قلت هيحصل انا قلت مواجهات يعني في الشيء اللي هو اللي هو ضرب كنيسه القديسين اللي هو طب ما كنت تنبيه الامن يا مهندس عبير يعني طب لو انت عندك هذه القدره نعمل لك مكتب في وزاره الداخليه وتقولي الامن يا جماعه العمليه الارهابيه اللي جايه هتحصل لكم في كذا ونتعب ليه بقى ونلغي جهاز الامن الوطني جهاز جمع المعلومات وخلاص اصلا قبلها كان في حركات على الفيسبوك ما كانش في حاجه خالص الناس كانت متوقعه ان هيحصل حاجه في لا كان في تهديدات خلينا نتكلم استاذ وائل في الشيء المفيد من ناحيه الابراج عندي فكره عن الكلام دوت ولا كان في لان الدنيا كانت هاديه جدا ما بداش يحصل ايه المفيد المفيد استاذ وائل هي العلاقات ما بين البشر التعامل وازاي الانسان يغير ويصلح من نفسه بس وعايز اقول ان الابراج ما بتعكسش اكتر من 25% على الناس والناس اللي هي بتصطبح وتقرا الابراج انا بقول لهم لا ما تمشيش حياتك على كده ولو انتوا مختلفين انت وشريك حياتك او انت واي حد دور على نقاط التلاقي بينك ما بينه انا ما بقولكش خلاص انتوا كده يبقى مقطوعه هو احنا ليه دايما احنا المهاجمين بتفهم الكلام اللي الناس بتوع الابراج بيقولوه بالعكس اقرا الكلام اللي كل واحد بيكتبه تلاقي كله كلام بيصب في مصلحه ان الانسان بيحض على العمل والاجتهاد في العمل امال انت منهجك مع النفس التصالح مع النفس والتسامح مع الاخر ده منهجي ان العمل رقم واحد ان الانسان ما يتوكلش كلنا بنشقى وبنشتغل والا كنا قدرنا ننفع طيب نفسنا كل ده طبعاً. كويس طبعاً. لا لماذا يلجا اليك البعض مين بيلجأ انك تقدمه حتى لو لجأ على الفيسبوك عشان كده لما المتصل اللي اتكلم عرفت انا ممكن ارد واقول ايه الملايين اللي عندي ببقى عارف انا ايه الكلام اللي انا اقدر اقوله عمري ما اقدر اقول ده معمول عمل ايه واقول الكلام ده ازاي مستحيل اقول الكلام ده فعشان كده انا عرفت عارف انا لغتي في التعامل مع الناس ايه انا احاول انك انت تدي الناس تفتح لهم طاقه امل زي ما علم النفس بيعمل بس خليني تاني لانك كمان يا استاذ محمد لا انت بتستمد قوتك من اعتقاد الناس انك ترتبط بعالم الجان لا الناس يقول لك ربنا لا ده عنده قدرات يعني لا القدرات ايه القدرات ان انا بتعامل يعني انا بتعامل ما مش شيخ مظهر هل في الاسلام انه مثلا الاستاذ محمد فرعون بيقول دي قضيه خاصه لكن ما انا بسالوش يمين ان يقول انا متزوج من جنيه هل ده في الاسلام خاصه بيا انا لا اعتقد في هذا الامر مطلقا ان انسان يتزوج من جنيه وما الى ذلك الانس يتزوج الانس والجن يتزوج الجن والا كده يبقى الانسان كيف يرى الانسان الجان وكيف يحصل اللقاء بينهم والاولاد هيكونوا منسوبين لمين في النهايه هيبقى الاولاد جنيه الولد جني ولا انسي دي مساله انا لا اعتقد فيها كما لا اعتقد في المسائل حظك اليوم او بختك او ما الى ذلك يا ما سمعنا حاجات وقرينا حاجات ووجدناها كذب في كذب وانا ارجو من الاخوه الافاضل اللي بيشتغلوا في هذا المجال يعني سيبوا الاقدار دعوا الملك للمالك مالكش دعوة ربنا عز وجل فلان في مكتوب له خير أو مكتوب له شر الذي قدر له هو الله سبحانه وتعالى ما هو بقول لك الناس بتجيلنا وهي الناس فعلا مشغولة بالمجهول الناس عايزة تعرف دايما مشغولة هو إيه اللي هيحصل لي أنا معاك يا أستاذ وائل إن بعض الناس بيستهويهم هذه المسألة ولذلك يعني قيمة حلقة حضرتك النهاردة إن احنا نقول للناس يا جماعة وأنا عجبني من شوية كلام الأخ الكريم اللي كان بيتكلم من شوية إنه لو بينفع كان نفع نفسه يا جماعة يعني أعتى الدول المتقدمة في هذه المجالات ما قدرتش تنفع نفسها ومعظم الناس اللي بيشتغلوا في هذا الموضوع تلاقي الواحدة من دول مع احترامي بتتكلم في حل مشاكل المطلقات وهي تلاقيها مطلقة أو بنتها مطلقة وعندها مشاكل في حياتها وهو تلاقيه برضه مطلق وعنده مشاكل في حياته طب تروحوا تحلوا مشاكلكم أنتم يا جماعة دي قدريات اختصاصات ربنا سبحانه وتعالى دعوا الخلق للخالق ودعوا الملك للمالك وما تعشموش الناس بمسائل لا تضر ولا تنفع وفي الحديث كذب المنجمون ولو صدفوا حتى لو كلامه طالق الواقع برضه هو كذاب لأن لم يأتي بهذا الكلام من حقيقه وانما كانت موضوع مصادفه يعني ممكن النهارده استاذ وائل اقول لك والله وانا في البلكونه من شويه استاذ وائل شفت عطارد ركب على زحل وانت هتخلص الحلقه الساعه 4 مثلا وتقوم الحلقه الساعه 4 يبقى الشيخ مظهر بيتسبق بالغيب وبيعرف الغيب ما مش عايزين يعني نشتغل نبني حياتنا على الخزعبلات وعلى التنبؤات والتوقعات الفارغه
بقدر ما نبنيها. طيب حد يعرف الحلقه فيكم الحلقه النهارده هتنتهي الساعه كام؟ لا ما نعرف. توقعك ان هو العلم توقعك العلم ده لا ما ملوش علاقه خالص لان احنا نعرف يعني مش بال مش بالسطح. ثلاثة وربع بس اوعى ما تطلعش. بس بجد ما جاوبتوش السؤال ده. لما اقفل يا ابني قربوا من بعض. طيب برجين قربوا من بعض في السما. شيخ مظهر علاقه ده مصر. شيخ